هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر مواقع التواصل وحساباته المختلفة، عبر شاشة قناة النادي الأهلي من مقر النادي الأهلي ومعقله بالجزيرة عقب انتهاء مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم أو يوم الاثنين 18 يوليو 2022. المجلس انعقد الحقيقة لست ساعات متواصلة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لبحث العديد من الموضوعات. نطرح على حضراتكم مجموعة من الموضوعات اللي تم مناقشتها واتخذ بشأنها قرارات في هذا الاجتماع المهم. الحقيقة أنه المجلس في البداية وفي وقت مطول قام باستعراض الجدول الخاص بتسليم المنشآت في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس أو القاهرة الجديدة بشكل عام، الملاعب، الأكاديميات، الأسوار، البوابات، أيضا المنافذ، إسناد المطعم الرئيسي والمنافذ وطرحها في مزايدة، تم اعتماد وتوفير التمويل المالي اللازم الخاص بشبكة الزراعات وشبكة الري تمهيدا لافتتاح هذا الفرع الحقيقة اللي هيشار إليه بالبنان خلال أسابيع قليلة مقبلة بإذن الله. هذا الفرع يعني تم تأسيسه على 50 فدان، مجموعة مراحل، لكن المرحلة الأولى هي المرحلة الأكبر وتم دمج معها المرحلة الثانية بحيث أنه مع افتتاح الفرع يكون على مستوى يليق بأعضاء النادي الأهلي اللي حرصوا الحقيقة على الانضمام لعائلة النادي الأهلي. ده كان في بداية الاجتماع بعد ما خد وقت طويل جدا عملية متابعة الإنشاءات والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة. أيضا وافق المجلس على سفر اللاعب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى دولة قطر الشقيقة لإجراء جراحة الركبة في الغضروف، وبعد الجراحة إن شاء الله يستمر لعمل التأهيل في أحد المراكز المتخصصة هناك. ألف سلامة على حسين الشحات ويعود بإذن الله في صحة وسلامة لينضم إلى زملائه لاستكمال الموسم. المجلس أيضا وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة رجال في البطولة العربية لكرة السلة للأندية الأبطال في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل. أيضا وافق المجلس على المشاركة وتأكيد المشاركة من خلال سداد الرسوم المقررة للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد رجال الفريق الأول أبطال الدوري بالطبع رقم 43 والمقامة في تونس خلال الفترة من 28/9 وحتى الفترة 10/10/2022. أخيرا المجلس وافق أيضا واعتمد الرسوم المالية الخاصة بعملية الميكنة والتطور التكنولوجي والرقمنة الخاصة بالإدارة المالية في إدارة التطوير الحادث بها مع شركة مايكرو سوفت. الحقيقة أن المجلس بيولي أهمية خاصة لعملية التطوير والأخذ بكل أسباب التقدم والتحول الرقمي في كل إدارات النادي، فالإدارة المالية الحقيقة كان لها النصيب الأكبر في هذه المرة وهذا البرنامج اللي بيتم بالشراكة مع شركة مايكرو سوفت. مجموعة من القرارات المهمة الحقيقة، والجلسة ممتدة في الأيام القليلة المقبلة نعلن عن موعد اجتماع جديد. هذا كل ما لدينا بخصوص مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انعقد 18 يوليو 2022 بمعقل النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. نشكركم دائما على حسن المتابعة. دام الأهلي في المقدمة وتحيا مصر. إلى اللقاء.